نعم سيد سمير، كيف تستعد روسيا على احتمالية شن أوكرانيا هجوم وشيك؟ يعني زيارة وزير الدفاع الروسي الأخيرة إلى الجنوب الروسي تؤكد بأن القوات الروسية بدأت تحشد وتستخدم أسلحة ومعدات روسية جديدة وحديثة في المعركة، وكانت هناك لصور الدبابات الحديثة الروسية. هذا يؤكد أن روسيا مستعدة لهذا الهجوم، وأيضا يعني أصبحت قواتها العسكرية جاهزة على مختلف الجبهات، وهي يعني تقول وهي متأكدة من أن هذا الهجوم سوف تفشله، وبعد ذلك يمكن أن تكون لديه انعكاسات إيجابية بالنسبة لروسيا وسلبية بالنسبة لأوكرانيا، أي أن بعد فشل هذا الهجوم ورده يمكن للقوات الروسية أن تستمر في التقدم والهجوم وتوسيع العمليات العسكرية. يعني في الفترة الأخيرة هناك معلومات وهناك يعني وسائل الإعلام الروسية والمحللين الروس والعسكريين دائما ينتقدون بأن لماذا أبقيت مدينة أوديسا تحت السيطرة الأوكرانية. بتقديري يمكن أن تكون وجهة النظر القادمة الروسية هي مدينة أوديسا الموجودة على البحر الأسود، يعني من أجل قطع أوكرانيا بشكل نهائي عن وجود أي شواطئ بحرية لها يمكن أن تستخدمها يعني ضد أوديسا روسيا. هي من ضمن الأهداف المستقبلية بالنسبة لروسيا. نعم بتقديري هذا ما يعني تطمح إليه روسيا، ويمكن في حال يعني لم يتوصل الطرفان إلى أي مفاوضات أو إلى أي وقف لإطلاق النار، وروسيا يمكن أن تشعر بأن الجيش الأوكراني يمكن أن ينهك ويكسر في حال فشل الهجوم، أعتقد أنها يمكن أيضا أن تواصل الهجوم لاستعادة مختلف دول الدنباس وخاصة في جمهورية دانيسك، وفي نفس الوقت يمكن أن تتوجه قواتها باتجاه مدينة أوديسا. يعني الحرب مستمرة ما دام لا يوجد أي لقاء أو مفاوضات. بتقديري يعني النتائج الميدانية على الأرض هي التي تقرر وتحسم الموضوع. نعم أستاذ سمير، ما مدى خطورة الوضع في محطة زاباروجيا النووية؟ صحيح، بالأمس أيضا كانت معلومات فيما يخص هذه المحطة. روسيا تتهم الطرف الأوكراني بأنه يستخدم السدود الاصطناعية للمياه بالقرب من هذه المحطة من أجل إغراقها بالمياه. يعني هناك حيث يوجد سد اصطناعي، القوات الأوكرانية تسيطر على هذه المنطقة وتتحكم بمستوى المياه في هذه السدود، لذلك عمدت في الفترة الأخيرة إلى حجز المياه، وبعد ذلك قامت بفتح بوابات السد، مما أدى إلى يعني حصول فيضان ليس كبير حتى الآن، ليس خطر بالنسبة للمحطة. أيضا في الفترة الأخيرة سقطت يعني نسبة أمطار كبيرة جدا في هذه المنطقة، مما يعرض ويعرقل عمل الخبراء والمختصين في هذه المحطة. لذلك يعني كانت تصريحات بروسبي اليوم بالتحذير من أنه يمكن أن يحدث أي خلل في عمل هذه المحطة، ولكن روسيا حتى الآن تقول لا يوجد خطر في هذه المحطة والأمور كلها تحت السيطرة، لكنها في نفس الوقت حذرت الطرف الأوكراني من الاستمرار في الاستفزازات التي يقوم بها. يعني في السابق كان يقوم بضربات عسكرية بتوجيه طائرات مسيرة، واليوم يستخدم مسألة السدود المجاورة للمحطة. هذا أيضا تعتبره روسيا محاولة ابتزاز أوكرانيا للدول الغربية من جهة، ومن جهة أخرى محاولة القول بأن وجود روسيا وسيطرتها على هذه المحطة هو الخطر، ومحاولة يعني الاستفزاز ابتزاز روسيا وإظهار وكأن هي سبب كل هذه المشاكل في المحطة الكهربائية شكرا النووية. لك سمير أيوب، الباحث والمختص في الشأن الروسي من سان بطرسبرغ.